تنوع ثقافي تسخر به ولاية ورقلة، جسدتها عدسات مصورين هواة وأيضا محترفين شاركوا في الطبعة الأولى للصالون الصور الفوتوغرافية. جمع الشباب الذين هم هواة في هذا الصالون حتى يخرجون مكبوتاتهم الداخلية وإبداعاتهم. نعرف أنه الشباب لما يكون هاوي تكون عنده لمسة إبداعية خارقة جدا ومختلفة على اللمسات الأخرى. مبادرات هذه اللي دائما تكون لصالح المصور الجزائري والفنان الجزائري اللي يقدر يوصل بها الميساج تاعه ويبين الفن تاعه. الصالون سمح لعشاق الصورة بالاحتكاك وصقل مواهبهم وطرح انشغالاتهم. حنا بزاف باسكو قليل وين نديروا اكسبوزي فيها اعمالنا واللي نقدروا نبينوا فيها رواحنا للناس اللي يشوفونا ويعطيونا قيمة للفن اللي رانا نديروا فيه. فكرة جد رائعة بالاخص هذه المنطقة اللي تشجع مثل هذه المواهب. أتمنى بالطبع السلطات أن تأخذ هذه الأفكار بعين الاعتبار وتشجيعها ودعمها لما لا وصعود بها إلى مستوى أعلى. الصور الفوتوغرافية وسيلة تخلد لحظات تصبح مستقبلا شكلا من أشكال التراث المادي وبوابة لمعرفة تاريخ وثقافة الشعوب.